نكمل كلامنا في المشروع بتاعنا دلوقتي. احنا عايزين نخلي اليوزر يقدر يضيف بوستات وكده، حاجة زي دي هتتم ازاي؟ والله قبل ما نتكلم فيها انها هتتم ازاي، خلينا نتفق بس على الاستراكشر بتاع الراوتس اللي جاي بعد كده. المفروض ان كل الراوتس اللي جاي بعد كده اليوزر لازم يكون اوثنتيكيتد. يعني ايه اوثنتيكيتد؟ يعني عامل لوج ان، تمام؟ انت عشان تضيف بوست لازم ابقى عارف مين اللي هيضيف البوست، فلازم يكون عامل لوج ان. حاجة زي دي هنعملها ازاي؟ خلينا نيجي نعمل الراوت جروب الاول، بس خلينا نوقف بس الاوتو سيف. هنيجي نعمل اول حاجة راوت، بعد كده جروب. الجروب من الراوتس بتاعتنا الميدل وير اللي احنا هنحطه ان لازم اليوزر يكون اوس، يعني اوس ده يعني لازم احط الميدل وير بتاع الاوس ان اليوزر لازم يكون اوثنتيكيتد. لو مش اوثنتيكيتد هتلاقي ان هو بيرجع لك ريسبونس كده بيقول لك اوثنتيكيشن فيلد مثلا، او الاوثنتيكيشن نوت فاوند. هنشوف الريسبونس مع بعض بعد شويه، تمام؟ طيب ده اول حاجه. الحاجه التانيه، هل احنا هنحط ميدل وير وبس؟ لو انت خدت بالك هتلاقي ان كل الراوتس اللي احنا بنتعامل معاها موجودة تحت النيم سبيس ده اللي هو اي بي اي، بعد كده في 1، بعد كده بتحط الكنترولر بتاعك اللي هو بنخش على الفولدر اي بي اي، بعد كده في 1، بعد كده تلاقي الكنترولرز كلها هنا. فاحنا ممكن نريح نفسنا خالص ونيجي نقول له هنا نيم سبيس، نقول له نيم سبيس اللي احنا مش شغالين عليه اللي هو اي بي اي، بعد كده في 1. احنا في اخر الفيديو او ممكن في فيديو تاني نتكلم عن موضوع التنظيم بتاع المشروع وكده، لان احنا اتكلمنا عن فكرة ان احنا نعمل كذا فيرجن وكده في الابليكيشن بتاعنا، بس لسه ما كملناش باقي تفاصيله، تمام؟ بس خلينا نعمل اول راوت لينا دلوقتي اللي هو الراوت بتاع ال انك تكريت بوستات وكده. طب حاجة زي دي هتعمل ازاي؟ خلينا بس نعمل الكنترولر برضو الاول. ممكن تيجي تقول له بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر، تمام؟ وتدي تدي له اسم الكنترولر مثلا، وبعد كده تقول له داش ار على اساس انك تعمل ريسورس منه. هنعرف الكلام ده بيتعمل ازاي. بس احنا كنا اتكلمنا برضو في الفيديو اللي فات او اللي قبله ان احنا نعمل زي الايسس كده او اختصارات. خلينا نستخدم الاختصارات دي. هتلاقي في اختصار عندك بي اي ام سي، يعني بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر، بعد كده اسم الكنترولر بتاعنا، هنخش فولدر الاي بي اي، بعد كده في 1، بعد كده ايه بوست كنترولر، تمام؟ ويفضل تسمي الكنترولر بتاعك سنجل، يعني سميه بوست كنترولر مش بوستس كنترولر، تمام؟ دلوقتي البوست كنترولر ده انا محتاج اكريت منه ريسورس. ريسورس ده يعني يبقى فيه فانكشنال كريت والريد والابديت والكلام ده. هنعملها ازاي؟ ممكن تقول له داش داش اي بي اي، هو يعمل لك الريسورس بتاعك. خلينا نيجي نعمل انتر، هتلاقي ان هو كريت لك الكنترولر هنا اسمه اي بي اي بوست كنترولر. المفروض ان انا ادخله بس في ال هنا مع ال V1، تمام؟ هو تقريبا عمل حاجة غلط او انا اللي كتبت ال باك سلاش غلط. لا بس نيجي نعمل ديليت لده ونرجع تاني نشيل ال باك سلاش دي، تبقى كده كده. نيجي نعمل انتر، هتلاقي هنا ان هو حط لك البوست كنترولر اهو، عمل لك فانكشنال اندكس اللي هنعرض فيها كل البوستات. لو انت فانكشن الستور عشان تكريت بوست، الشو عشان تعرض بوست معين، الابديت لو احنا هنابديت بيانات بوست معين، الدستروي عشان تمسح البوست ده خالص. دلوقتي خلينا نيجي نعمل الراوت بتاعنا، نقول له الراوت بعد كده اي بي اي ريسورس، تمام؟ الريسورس بتاعنا هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بوست، تمام؟ والكنترول اللي احنا هنبعته عليه اللي هو بوست كنترولر بي او اس تي سي او ان سي او ان تي ار او ال اي ار. بعد كده خلينا نيجي نديله نيم، النيمز بتاعنا يبقى اسمه بوست، ونعرف استخدام النيمز ده في ايه بعدين. كده احنا يعتبر عملنا الراوتس بتاعتنا كلها. الراوت بتاعت الاندكس ان هو يعرض لكل البوستات زي ما قلت من شويه، او ان احنا نكريت بوست، او نعرض بوست، او نابديت بوست، او نمسح بوست. وعمل لك كل الراوتس دي كلها. لو حبيت تعرض الراوتس الخاصة بيك، يعني هو دلوقتي عمل ريجستر لي الراوتس بتاعت البوست كلها، الراوتس الخاصة بفانكشن الاندكس، الراوتس الخاصة بالستور، الراوتس الخاصة بالشو، الراوتس الخاصة بالابديت والديستروي. لو انت حبيت تعرض الراوتس دي كلها من الاول للاخر، ممكن تيجي تقول له هنا ليست، او ممكن تقول له بي اتش بي ارتيزان راوت نقطتين ليست بالشكل ده كده، هيعرض لك كل الراوتس الموجودة. احنا عملنا راوت لي الاندكس اللي هو يربط لي الراوت بفانكشن الاندكس اللي فوق دي، وفي راوت عامله للستور هنا اهو، عامل راوت للشو موجود هنا اهو برضك، وكذلك الابديت، وكذلك الدستروي هنا وهنا. وده الاستراكشر بتاع اليو ار ال نفسه، شكل اليو ار ال هيبقى عامل ازاي. ودي الفانكشنز اللي هو بيروح عليها،
ودي المسجز اللي المفروض هيتعمل بيها. المفروض مثلا في الاندكس هتستخدم الجيت او الهيد، لو انت بتستور هتستخدم البوست وهكذا. فخلينا نيجي نجرب كده نستخدم الراوتس بتاعتنا دي. بس قبل اي حاجة خلينا نيجي نعمل فولدر هنا هنا للبوستس. خلينا نيجي نعمل كرييت. تعالى بص هنا كده تلاقي في فولدر البوستس اهو. هنيجي نعمل اول ريكوست هنا ان احنا نعرض كل البوستس، ممكن نسميه اندكس. تمام، فالاندكس هنا خلينا بس نيجي ناخد اي راوت من الراوتس دي شكلها كده. خلينا نيجي هنا ونقول مثلا بوستس او بوست، انا مسميه بوست. نعمل سند، قال لك اللوجن از نوت ديفايند، الراوت بتاع اللوجن مش موجود. طيب ده الايرور ده بسبب ايه؟ خلينا نيجي نشوف. بس قبل ما نبص عليه خلينا بس نيجي نبعت في الهيدر نقول له هنا اكسبت جيسون. خلينا نيجي نعمل سند تاني، قال لك انا السنتيكيت كده الايرور اتشال اصلا. انا عارف سبب الايرور ده ايه وهنتكلم عنه بعد شويه، بس خلينا نيجي نبص على ان كل ريكوست هنيجي نتعامل معاه ابعت اكسبت ابلكيشن جيسون عشان الريسبونس اللي رايح واللي جاي كله يكون عباره عن جيسون. دلوقتي الريسبونس جالي بيقول ان انا اسنتيكيت. طب انا اسنتيكيت ليه؟ لان المفروض انك دلوقتي عايز تكريت بوست. طيب هو مين اللي عايز يكريت بوست؟ ما قلتش صح. طب عشان انت موضوع انك ما قلتش لازم تعرفني مين اللي بعت الريكوست ده. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت في موضوع اللوجن، انت كنت بتكريت لحاجه هنا اسمها كرييت توكن، وبتقول له التوكن اللي انت عايزه وبترجعه لي في الريسبونس صح. طيب انا بقى محتاج ابعت التوكن ده مع كل ريكوست عشان اعرف مين اللي بيكريت البوست ده. طب هنجيب التوكن منين؟ ممكن تيجي تعمل لوجن مثلا للايميل ده. خلينا نيجي نعمل له لوجن كده، لان هو كريت لك حاجه هنا اسمها توكن هنا اهي. هناخد التوكن ده اعمل له كوبي وروح للريكوست نفسه، هتبعت لي هيدر هنا اسمه authorization. تمام authorization، وهتيجي تقول له هنا بيرر بي اي اي ار اي ار، بعد كده مسافة، بعد كده حط التوكن بتاعك، بعد كده سنت. قال لك ان هو مش شغال غالبا، انا عملت انا عامل له كوبي غلط فعلا مش كامل. يعني نيجي ناخده كوبي تاني، نروح للاندكس ونشيل ده من هنا، ونيجي نعمل سنت. نيجي نعمل سند هتلاقي ان هو بيقول لك انا اوثنتيكيتد برضو. طيب ايه المشكله؟ احنا عملنا كلمه بيرر صح، بعد كده مسافه، بعد كده كتبنا التوكن بتاعنا وكل حاجه تقريبا صح. المشكله عندنا في حاجه واحده بس، هو في الميدل وير اللي احنا حاطينه. انت لو جيت ترجع للاي بي اي دوت بي اتش بي هتلاقي ان انا عامل هنا ميدل وير اسمه اوس، هو فعلا مش اسمه اوس. ميدل وير اللي سكانت اللي هي الباكج اللي احنا نزلناها المره اللي فاتت، الميدل وير بتاعها مش اسمه اوس. طب اسمه ايه؟ ممكن تيجي هنا للدوكيومنتيشن نفسها، وعشان تيجي تعمل بروتكتنج للراوتس او تحط الميدل وير بتاعك تلاقي الميدل وير بتاعك اسمه اوس بعد كده نقطتين اسكانتم. فتعالى نيجي ناخد كده كوبي ليه ونيجي نحطه هنا بدل اوس بالشكل ده كده. وتعالى نيجي نجرب نبعت الريكوست بتاعنا تاني، نيجي نعمل سند هتلاقي ان كل حاجه ماشيه تمام. طيب نيجي نرجع للراوت بتاعنا، احنا كنا في الستور بين كاريت البوست نفسه صح، كنا مستخدمين الجيت. لما تيجي تستخدم الجيت مع الريكوست نفسه هتلاقي ان هو بيروح للاندكس. تمام، احنا دلوقتي هنيجي نعمل موضوع الستور او انك تقدر تضيف او ده الاندكس، اسف الاندكس المفروض انك تعرض كل البوستات. طب هتعمل حاجه زي دي ازاي؟ المفروض انك تيجي تقول له هنا ريتيرن، بعد كده ريسبونس، بعد كده جيسون، بعد كده تيجي تقول له هنا بوستس، او ممكن تقول له داتا. تمام، وتقول له يساوي اوس يوزر اللي هو اليوزر الحالي هاتهولي، بعد كده روح هات لي البوستس بتاعته بالشكل ده كده. تمام، وتعالى روح ابعت الريكوست تاني هتلاقي ان هو بيرجع لك فاضي، يعني مفيش اي بوستات اصلا، يقول لك ان الداتا اري فاضيه اهي مفيش اي بوستات لليوزر ده. طيب خلينا نيجي نكريت بوستات لكل شخص. ممكن نعمل حاجه زي دي ازاي؟ والله هنشوف. خلينا نروح للداتابيز، دي في حاجه هنا اسمها سيدز داتابيز سيدر. انت عندك اليوزر هنا اهو وعندك البوستس موجوده هنا. طيب المفروض انا كنت بكريت 20 بوست وما بقولوش مين اليوزر بالظبط، يعني هو بياخد اي يوزر راندوم. تمام، خلينا نروح للفاكتوري بتاع اليوزر ونقول له والله بعد ما تكريت اليوزر انا عايزك تضيف لي كذا بوست لي. طيب هنعمل حاجه زي دي ازاي؟ نقول له فاكتوري، بعد كده افتر كرييتنج، يعني بعد ما كريت لليوزر روح لليوزر موديل، بعد كده كلاس، بعد كده اقول له هنا فانكشن. الفانكشن بتاعتنا اول بارامتر هيكون اليوزر، يوزر اللي هو كريت اوريدي اصلا، بعد كده تاني بارامتر اللي هو الفيجر،
هتيجي هنا تقول له اليوزر بوستس سيف ميني. سيف ميني دي فانكشن موجودة لي الهاز ميني ريليشن، لان البوست اليوزر هاز ميني بوستس. سيف ميني بقى هتحط فيها ايه؟ هتحط فيها التالي، المفروض انك تروح تكريت كذا بوست وتحطهم لليوزر ده، تقول له فاكتوري بوست، تروح تكريت لبوست موديل كلاس عايزك كريت لي مثلا 3 بوستات، او خليهم مثلا حوالي 20 بوست، 20 بوست لكل شخص. ومش هتقول له كريت، لا هتقول له ميك، انت بس اعمل لهم لي ميك وما تخزنهمش في الداتابيز وبس. المفروض ان هو دلوقتي بعد ما اليوزر يتكريت هياخد اليوزر يروح للبوستات بتاعته بالريليشن بتاع البوستس، احنا عاملينها اوريدي هناك، هتلاقي فانكشن اسمها بوستس موجودة هنا اهي بالشكل ده كده. انا بروح للفانكشن دي وبقول له سيف ميني كذا فك كذا كذا بوست، انا بعمل لك ميك ليهم واعملهم خزنهم في الداتابيز باسم اليوزر ده. تمام، خلينا بقى نيجي نران الكوماند بتاعنا، نوقع الداتابيز ونران من تاني، نقول له بي ام اف داش داش سيد. تمام، لا انا عملت كذا داش بي ام اف داش داش سيد. بي ام اف دي اللي هي بي اتش بي ارتزان مايجريت ريفرش. تمام، ويلز داش داش سيد عشان يرن ملف السيدر اللي هو داتابيس سيدر ده. تمام، زي ما قلت الاختصارات دي انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده وهتلاقيها موجودين جاهز، احنا بنعملها بس عشان نسرع العمليه. طيب تمام، دلوقتي خلينا بس نروح للداتابيس سيدر. طيب خلينا نروح نجيب يوزر من اليوزرز الموجودين، يوزر زي ده مثلا، ناخده كوبي ونروح لللوجن. خلينا نيجي نعمل لوجن للشخص ده، طبعا الباسورد هيبقى كلمة باسورد. الكلمة دي جاية منين؟ هتلاقي لو روحت لليوزر فاكتوري هتلاقي ان الباسورد بتاعه هي عبارة عن كلمة باسورد بس، ده التشفير بتاعها. المهم هنيجي نعمل لوجن، انا عمل لي لوجن هنا عادي اهو. نيجي ناخد بقى التوكن ده هنا ونروح نروح للاندكس عشان نشوف البوستات بتاعة الشخص، هنحط التوكن هنا عشان نعرف مين الشخص اللي بنتعامل معاه. نيجي نعمل سند، هيجيب لك كل البوستات الخاصة بالشخص ده. يوزر اي دي بتاعنا مين؟ هو يوزر اي دي 20. لو رحت للبوست كده هتلاقي ان الاي دي بتاع اليوزر هو 20 فعلا، وده كل البوستات الخاصة بيه. كام بوست موجود؟ لو جيت تبص عليهم المفروض ده البوست الاولاني، البوست التاني، البوست التالت، البوست الرابع. لو نزلت 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 عديتهم كلهم هتلاقي ان هم عبارة عن 20 بوست لكل شخص. طب ال 20 بوست دول مين حددهم؟ هتلاقي ان انا عامل 20 بوست لكل شخص اهو وبس كده. يعتبر عملنا اول ريكوست انك تعمل او تعرض البوستات الخاصة بكل الناس وكده، او بالشخص اللي فاتح حاليا، اللي فاتح الاكونت حاليا. طيب هل الصح ان انا اعرض كل البوستات تحت بعض كده، يعني اجيب كل البوستات مرة واحدة؟ قال لك ده مش صح. طب مش صح ليه؟ المفروض انك تاخد البوستات دي وتعمل عليها باجينيشن، تقسمها. طب ده هتعمل ازاي؟ هتيجي تقول له بوستس واستدعي الفانكشن نفسها، بعد كده باجينيت، وبعد كده اقول له انت هتعرض كام بوست في المره الواحده. هنعرض 10 مثلا، خلينا نروح نسند كده تاني. هتلاقي هنا ان هو قسم لك الداتا 10 مره واحده. يعني لو جيت تبص هنا على الداتا هتلاقي فيه 10 element مع بعض. ده الاليمنت الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. ده 10 element موجودين في كي اسمه داتا، وده الكرنت بيج اللي اول بيج انا واقف عندها، وهتلاقي الفيرست بيج يو ار ال هنا اهو، وده البيانات اللي انت ممكن تستخدمها او بيانات الريكوست الباقيه. يعني عايز تخش على الصفحه التانية تخش بي تحط البارامتر بس بتاع بيج 2، ممكن تيجي تقول له هنا بيج بيج بتساوي 2، هيدخلك على التاني 10 على طول. عايز تقول له بيج بتساوي 3، هيدخلك على البيج اللي بعدها. طبعا مفيش غير بوست واحد بس هو اللي باقي في البيج التالتة. دخلت على البيج الرابعة يقول لك ان مفيش بوستات اصلا، تلاقي الاري فاضية اهي بالشكل ده كده. تمام، ممكن تيجي تعدل البارامتر من هنا، البيج بتساوي كذا. تمام، طيب زي الفل، احنا كده يعتبر عملنا اول ريكوست بتاع البوستات. خلينا نيجي نعمل بقى الريكوست التاني بتاع الستور، لو انا عايز اكريت بوست جديد. طب عشان اكريت بوست جديد المفروض البوست بيبقى ليه شويه بيانات كده المفروض ندخلهم. طب البيانات دي فين؟ خلينا نروح للمودل بتاع البوستس، هتلاقي ان هو محتاج التايتل والكونتنت والكاتيجوري اي دي واليوزر اي دي. طيب زي الفل، انا بقى نروح نعمل الريكوست نفسه، الريكوست اللي انا عايز ان كريت ريكوست مخصوص للموضوع ده. طيب هنيجي نعمل ريكوست ازاي؟ خلينا نبص على الريكوستات اللي قبل كده. بي ام سي، لا بي اتش بي ارتزان. طيب ماشي مفيش مشكلة، خلينا نقول ريكوست. طيب هو محتاج مني ايه الريكوست؟ محتاج مني اي بي اي، بعد كده في 1،
V1، بعد كده انا محتاج اخش على البوستس او نعمل فولدر للبوستس. بعد كده محتاجين نعمل ريكوست واحد لهم كلهم وخلاص، ممكن نسميه بوستس ريكوست ونعرف هنهندل الموضوع ده ازاي مع بعض، بس خلينا نسميه بوستس ريكوست وبس. تمام مش دلوقتي هنيجي نقول ده بوستس ريكوست، بوستس ريكوست هنغيره بقى في كل حاجة، سواء في الستور سواء في الابديت، وفي الدستروي مش هنحتاجه، احنا هنحتاجه بس في الستور والابديت. هنروح بقى للريكوست نفسه، هنعدل فيه كذا حاجة كده. طيب الريكوست ده هنوصل له ازاي؟ هات الداتابيز نقفلها. الريكوست هتلاقي فيه هنا البوستس ريكوست اهو، خلي الاثورايزيشن بترو. وتعالى هنا في الرولز، خلينا نكتب الرولز بتاعتنا. طب الرولز ده هنبنيه على اي اساس؟ خلينا نروح ليه الداتابيز ونبني بقى. عندك التايتل لازم يكون موجود، يبقى لازم يكون required. التايتل بتاع البوست لازم يكون ليه مينيمم مثلا حوالي 5 حروف، بعد كده الماكسيم بتاعه حوالي مثلا 40 حرف. خلينا نيجي نشوف الباقي. الباقي بيقول لك ايه؟ الكونتنت، الكونتنت خلاص بس نرجع نكبر الشاشة تاني. الكونتنت هنقول له required، نقول ان المينيمم بتاع البوست لازم يكون مثلا 10 حروف، والماكسيمم حوالي مثلا حوالي 500. كل ارقام زي ما انت عايز. دلوقتي الكاتيجوري اي دي لازم يكون موجود، وده خد بالك ان ده عبارة عن فورين كي. الكاتيجوري اي دي نقول ان هو required، هنقول ان هو لازم يكون اكزيست، لازم يكون موجود في جدول الكاتيجوريز. طب جدول الكاتيجوريز ده اسمه فين؟ لان اسمه جدول الكاتيجوريز اهو، هنحطه هنا في انهي عمود بالظبط؟ في عمود الاي دي. يعني انت بتقول له ان الكاتيجوري اي دي ده لازم يكون موجود في جدول الكاتيجوريز في عمود الاي دي تحديدا وبس. ايه اللي ناقص تاني؟ هنرجع للبوستس. اليوزر اي دي كده كده هنحطه، اللي هو اليوزر اللي فاتح حاليا، اللي فاتح الاكونت حاليا، هنحطه اليوزر اي دي، وبالتالي احنا مش محتاجين نحط له فاليديشن. تمام، لان هو اصلا لو الشخص مش عامل لوجن فساعتها مش هيقدر يخش على الريكوست من الاساس. تمام، فالفاليديشن اوريدي محطوط بفكره الاوثنتيكيشن اللي انت عاملها. تمام، خلينا نيجي نكمل. دلوقتي احنا عملنا الفاليديشن بتاعنا، خلينا دلوقتي نيجي نكريت البوست الخاص بالشخص. هنقول له بوست بيساوي اوس يوزر، بعد كده هنقول له بوستس، بعد كده كرييت، بعد كده ابعت له الداتا اللي جالك من الريكوست بعد الفاليديشن. تمام بالشكل ده كده انت كريت البوست بتاعك. دلوقتي انت المفروض ترجع ريسبونس، ريتيرن ريسبونس، هنقول له جيسون. وفي الريسبونس بتاعنا المفروض نرجع بيانات البوست، هنقول له بوست يساوي او ممكن تسميه داتا، وتقول له رجع لي بيانات البوست اللي جاي لك. ممكن تيجي تقول لي سكسس بتساوي ترو. ودلوقتي المفروض ان احنا كريتنا بوست جديد، فخلي الستاتس كود ب201 كده. احنا كريتنا البوست لليوزر اللي فتح الاكونت حاليا، بعد كده رجعنا ريسبونس ببيانات البوست، وقلنا ان السكسس بتساوي ترو والمسج. ولو عايز تعمل مسج كمان ممكن تقول البوست كريتد سكسسفولي مثلا، ممكن تعملها هنا. ورجعت الستاتس كود ان هو الستاتس كود ب201 على اساس ان احنا كريتنا بوست جديد. خلينا بقى نتست الريكوست بتاعنا. احنا عملنا الاندكس اوريدي، خلينا نعمل دوبليكيت كده لي. انا عملت السيف لي صحيح. طيب خلينا نيجي ناخد الريكوست ده من هنا كوبي، بعد كده نيجي هنا. هيبقى المسج بتاعتنا بوست، ده الحاجة الوحيدة اللي احنا هنغيرها بس. فين البوست؟ ده البوست. انا كان خلينا نيجي نعمل سيف ونعمل رينيم لي اللي هو كرييت، يعني كرييت بوست يعني. دلوقتي الهيدر بتاعتنا اللي هنحط الاكسبت ب جيسون، وما تنساش برضو كل هذا بتاع الاثورايزيشن. هتيجي تاخد التوكن ده من هنا، هتيجي تقول له هنا اثورايزيشن، اثورايزيشن، بعد كده الفاليو بتاعتها هتبقى عبارة عن التوكن بتاعك. خلينا نيجي نعمل سند كده ونبص اللي هيحصل. رجع لك الفاليديشن كلها، ان التايتل لازم يكون موجود والكونتنت والكاتيجوري اي دي. طيب خلينا نيجي للفورم هنا ونقول له ان التايتل بأي تكست انت عايزه، مثلا ده تكست كتير جدا ممكن نكتبه. الكونتنت يعني نحطه هنا، شوية كلام كتير
على كده الكاتيجوري اي دي، المفروض ان انا احط كاتيجوري اي دي موجود فعلا، يعني خلينا نحط كاتيجوري اي دي واحد. طب احنا هنجيبهم منين؟ المفروض ان عندك كاتيجوريز موجودة هنا كتير اهي، واحد من واحد لحد سبعة ممكن تجربهم. خلينا نرجع فين البوسمان، نيجي نسند تاني. قال لك the title may not be greater than 40، انا حطيت التايتل اكتر من 40 حرف، هنخليه بالشكل ده كده. قال لك the title is not fillable. اه طيب، حاجة زي دي مشكلة هتقابلك لو انت مش عامل guarding. خلينا نبص كده نشوف الموضوع ده هيتعمل ازاي. الاول تروح لموديل البوست، تمام. موديل البوست ده انت مش مسموح لك انك تقدر تاكسس على التايتل دايركت كده الا لو انت عامل ده من خلال الكود بتاعك. طب احنا عايزين نعمل حاجة زي دي او نسمح بيها ازاي؟ في حاجة اسمها fillable وحاجة اسمها guard. الفيلابل ممكن تيجي تقول له هنا في اكستنشن انا عاملها للفيلابل، ممكن تيجي تقول له fillable title بالشكل ده كده. وتعالى نروح نجرب تاني، هتلاقي ان التايتل مبقتش موجودة. نجرب بقى موضوع الكونتنت، لازم تدخل برضك الكونتنت من ضمن الليستة بتاعة الفيلابل بالشكل ده كده. وكمان الكاتيجوري اي دي سي اي تي اي جي او ار واي اندرسكور اي دي. خلينا نروح نجرب تاني، نعمل سنت، هتلاقي ان هو كريت لك الموديل بتاعك. طيب عشان نريح دماغنا وما نقعدش ندخل كل واحد كل اسم عمود، ممكن تيجي تقول له هنا موديل جارد، هيعمل لك الكود ده بروتكتد جارد. الجارد ده يعني شيل البروتكشن اللي انت عاملها على كل على كل عمود من الاعمده او كل كولوم من الكولومز الموجوده. يعني ممكن تحط التايتل عادي والكونتنت والكاتيجوري اي دي، بس خد بالك ان حاجه زي دي ممكن تسبب لك مشكله. مشكله ازاي؟ انك لو انت مش عامل فاليديشن على البيانات بتاعتك، ممكن اي حد يحط اي بيانات، تمام، لان انت البروتكشن اللي لارفا بتعمله لك ما بقاش موجود، لان انت شلت بروتكشن خاص بانك قلت ان الجارد بأري فاضيه، تمام. طيب يبقى اعمل حسابك انك تفاليديت صح. فاليديت صح ازاي؟ من خلال الريكوست بتاعك تفاليديت التايتل والكونتنت والكاتيجوري اي دي، كل حاجه تبقى صح، والا هيظهر لك داتابيز اكسبشن او داتابيز ايرور، انك مثلا حاطط لي في الكاتيجوري اي دي سترنج، وده مش صح يعني، تمام. فخد بالك من الحاجات دي وتعامل معاها بحرص. دلوقتي احنا كريتنا البوست بتاعنا ورجعنا البيانات بتاعته اهو، قلنا ان السكسس بترو والريسبونس بتاعنا ب201، كده احنا يعتبر كريتنا البوست بتاعنا. طيب زي الفل. احنا بقى محتاجين نكريت بوست تاني للابديت، لو عايزين نابديت البيانات بتاعه البوست معين، هنيجي نقول له هنا ابديت النيم بتاعه. الميثود بتاعتنا تبقى بوت او باتش، والمفروض هنا نقول له الاي دي بتاع البوست، وليكن البوست رقم واحد. طيب البوست اللي احنا كنا كريتناه من شويه الاي دي بتاعه كام؟ 421. خلينا نيجي ناخده بالشكل ده كده 421. والبيانات بتاعه البوست اللي احنا عايزين نعدلها، مثلا التايتل بتاعه المفروض ان هو بالكلمه دي، والكونتنت بتاعه بالكلام ده، عايزين نغيره. مثلا نغير مثلا التايتل بس، نعمل ديسيبل لدول ونغير التايتل لبوست تايتل و421 مثلا، ده التايتل الجديد اللي احنا عايزين نعمله. وخد بالك ان في غلطه هنا، اعمل باك سلاش كده، يعني احنا بنقول له روح للبوست رقم 421 واستخدم لي الميثود بتاع البوت او الباتش. فبالتالي انت بتعمل عمليه ابديتنج دلوقتي، لو جيت تعمل سند هيقول لك ان الداتا دي ريكوايرد. طيب خد بالك، خد بالك في حاجه هتقابلنا دلوقتي واحنا شغالين، انك الرولز دي بتتطبق سواء على الكرييت او على الابديت، اسف على الكرييت او الابديت. اه بالظبط، تمام. فانت لما تيجي تعمل ابديت لازم التايتل يكون موجود عشان تعمل له ابديت، والكونتنت ريكوايرد والكاتيجوري ريكوايرد، يعني لازم الحاجات دي كلها تكون موجوده اثناء ما انت بتعمل ابديت. هل ده صح ولا غلط؟ ده غلط، لان انا ممكن اعمل ابديت للتايتل بس، ممكن اعمل ابديت للكونتنت بس، ممكن اعمل ابديت للكاتيجوري اي دي بس، مش لازم اعمل ابديت لهم كلهم. لكن لما اجي اعمل كرييت ليهم لازم كلهم يبقوا موجودين فعلا، لكن الابديت لا. طب ازاي هفرق ما بين الكرييت والابديت؟ والله على حسب الميثود اللي انت بتبعت بها الريكوست. لو خدت بالك ان الميثود بتاعت الكرييت هي بوست، الميثود بتاعت الابديت هي بوت او باتش، تمام. طب احنا هنفرق في ده ازاي؟ من خلال الرولز بتاعتنا. والله انت ممكن تيجي هنا تقول له اف، وتقدر تاكسس على الميثود بتاعتك من خلال فانكشن اسمها از ميثود، تمام. تيجي تقول له هنا اسم الميثود بتاعتك وخلي الحروف كلها كابيتال. لو الميثود بتاعتنا مثلا بوست، تمام، يبقى معنى كده انك هنا بتعمل كرييت. فتيجي تاخد الرولز بتاعتك دي كلها وتحطها هنا بالشكل ده كده، وبعد كده تيجي تقول له else if لو كان الميثود بتاعتنا بوت، او الميثود بتاعتنا
باتش، فساعتها هتحط رولز مختلفة شوية، هي اختلافات بسيطة بس مهمة برضو، كان التايتل ممكن يكون sometimes، يعني ممكن يكون ممكن ما يكونش موجود. الحاجة دي نعملها ازاي؟ تقول له هنا sometimes وهتغيرها على كل واحد، sometimes هنا على الريكوايرد وعلى الكونتنت وعلى الكاتيجوري اي دي. فايدة السمتايم دي ايه؟ يعني انت لو بعت التايتل الرولز دي هتتطبق، اللي هي المينيمم والماكسيمم. لو الكونتنت بعته ده هيتطبق، لو الكاتيجوري اي دي بعته ده هيتطبق. تمام، ده فايدة السمتايم. ده عشان ازاي تفرق ما بين الريكوست بتاع البوست بتاع الكرييتنج والريكوست بتاع الابديتنج. تمام، خد بالك انت عملت الرولز كلها في فايل واحد بس، في فانكشن واحد اهو بس. طيب خلينا نرجع للكنترولر بتاعنا، خلينا نروح نرجع نتست كده ونشوف اللي بيحصل. الفاليديشن اللي كان موجود ما بقاش موجود ليه؟ لان انت بتقول له والله لو التايتل موجود هيطبق عليه الفاليديشن ده. طب التايتل موجود، خلينا نيجي نشيل كده ونحط حرف بي واحد بس. المفروض ان انا عامل هنا، خلينا نرجع تاني بس ثانية واحدة للتايتل. انت قلت له المينيمم بتاعك 5. طيب ادي التايتل، المفروض ان المينيمم بتاعه المفروض انه يبقى 5. طب هو ليه ما ظهرش الفاليديشن؟ هنشوف. والله حاجة زي دي بسبب ان احنا كنا قاعدين بنتعامل على الفورم داتا. الفورم داتا استخدمها لما تيجي تعمل كرييتنج. تمام، الفورم داتا ممكن تستخدمها لما تيجي تعمل كرييتنج، لما تيجي تعمل ابديت استخدم الاكس داش دبليو 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 دوت فورم اللي هي التانية او التالتة. تمام، هتستخدم دي لما تيجي تعمل ابديتنج. طيب انا ليه حبيت ان انا اعمل حاجه زي كده او ان انا اعرض حاجه قدامك زي دي؟ لان ممكن مشكله زي دي تقابلك وانت مش واخد بالك. تمام، فكره انك وانت بتعمل كرييتنج او اسف وانت بتعمل ابديتنج تسمي الفورم داش داتا، ده مش صح. انت هتستخدم هنا الاكس داش دبليو 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 داش فورم. تمام، هتيجي تقول له هنا ان التايتل، وخليني نكتب التايتل بتاعنا مثلا كلمه تايتل ونكررها كذا مره، لان هو بيعديها مفيش مشكلة. قال لك ان هو ما ينفعش يبقى 40 كاركتر، ده الفاليديشن بتاعنا. لو التايتل كده تمام مفيش مشكلة. طيب خلينا نيجي نقول مثلا الكاتيجوري اي دي مثلا ب70، هيقول لك ان الكاتيجوري اي دي سيلكت الكاتيجوري اي دي از انفاليد، لان مفيش 70، هو اخر حاجة من 1 لحد 7. لو قلت له 1 هيقول لك تمام. طيب كان ايه ناقص تاني؟ الكونتنت سي او ان سي او ان تي ان تي، تعالى حط الكونتنت بتاعك بكلمة كونتنت مثلا. خلينا نيجي نعمل سند، هيقول لك تمام. طب خليها مثلا عبارة عن حرفين، خلينا نيجي نجرب كده. هيقول لك ان الكونتنت لازم يكون عبارة عن 10 حروف. طب لو انا ما بعتش لا ده ولا ده ولا ده، لان الريكوست عدى مفيش مشكلة. طب لو انت بعت التايتل بس، لانه برضه مفيش مشكلة لان التايتل فاليديتد. لو بعت الكاتيجوري اي دي هيبقى فاليديتد، لو بعت الكونتنت هيبقى فاليديتد، لو في اي واحد منهم از انفاليد ما عداش من الفاليديشن هتلاقي الفاليديشن ايرور قدامك، مش هينفع تعدي غير لما الفاليديشن دي تتصلح يعني. ده بالنسبة للريكوست بتاعنا. طيب احنا دلوقتي احنا بنعمل فاليديشن لكل حاجة. طيب احنا يعتبر عملنا الفاليديشن صح وعدينا كل حاجة صح، اللي المفروض نعمله دلوقتي؟ المفروض اللي احنا نعمله دلوقتي ان احنا نعمل ابديت للبوست بتاعنا. طب هنعمل له ابديت ازاي؟ والله ممكن تيجي تعمل هنا تقول له بوست بيساوي بوست، المفروض ان احنا بيجي لنا الاي دي بتاع البوست. الاي دي ده جاي منين؟ الاي دي ده هتلاقيه مبعوت في اللينك هنا اهو اللي هو 421. تمام، هنيجي نقول له هنا بوست، بعد كده فايند، احنا عايزين ندور على البوست بتاعنا، وتيجي تقول له هنا اي دي، هندور على البوست بالاي دي ده. تمام، وبعدين المفروض انك تاخد البوست ده وتعمل له ابديت. تمام، فانت ممكن تيجي تقول له هنا بوست ابديت، وابديت لايه بالظبط؟ تقول له ريكوست فاليديتد، يعني ايا يكن اللي هيجي لك مع الريكوست اعمل له ابديت. اللي جاي ده سواء تايتل هنعمل له ابديت، لو كان كونتنت هنعمل له ابديت، لو كاتيجوري اندرسكور اي دي هنعمل له ابديت، لو كلهم هنعمل لهم ابديت برضو. تمام، يبقى على حسب اللي الشخص عايز يعمل له ابديت احنا هنعمل له ابديت. تمام، ماشي. دلوقتي احنا بنعمل ابديت دلوقتي وكل حاجه زي الفل، لان نيجي نجرب كده، نيجي نعمل سند، هيقول لك ذا كونتنت ماست بي 10 كاركتر. ده بس خلينا نيجي نصلحها، لان نيجي نعمل سند. المفروض ان انا دلوقتي عملت ابديت والمفروض ان انا ارجع ريسبونس. المفروض اقول له ريتيرن ريكوست، او اسف مش ريكوست، ريتيرن ريسبونس، بعد كده جيسون وجيسون. تمام، بعد كده المفروض ترجع لي البيان بتاعت البوست بعد ما عملنا له ابديت، فتيجي تقول له ريتيرن البوست. اوكي تمام، وكمان ممكن تيجي ترجع لي مسج تقول لي بوست ابديتد successfully.
ممكن تيجي تقول السكسس بتساوي ترو وكده زي الفل. خلينا نيجي نروح نجرب ونبص، هتلاقي ان البوست دلوقتي ده التايتل بتاعه. طب خلينا نغير التايتل دي لتايتل تانية، my first post is here. يعني نعمل send، هتلاقي ان my first post is here اتعدلت. طيب خلي الكاتيجوري اي دي ده مثلا ب3، تعالى بص هنا هتلاقي الكاتيجوري اي دي بقى ب3. طب خليه مثلا ب30، هيقول لك ان هو از انفايد لان مفيش كاتيجوري اي دي بالشكل ده كده. كده احنا كل حاجة عاملينها صح وتمام. طيب احنا ممكن نحاول نعمل ريفاكتور للكود ده شوية. انت بدل ما تروح تدور على البوست، في حاجة احنا ممكن نعملها وفي حاجة احنا نسيناها. لو انت جيت تبعت لي بوست مش موجود، مثلا بوست باي دي 500 ده مش موجود، خلينا نيجي نعمل سند كده، تلاقي في ايرور قدامك قال لك كول تو ممبر فانكشن ابديت اون نل. ليه نل؟ لان مفيش بوست. لما جيت فايند هنا، لو جيت تعمل ريتيرن للي راجع من البوست، هتلاقي ان هو بيرجع لك نل او فاضي، يعني ريسبونس فاضي. خلينا نيجي نعمل ريتيرن كده، لانه ريسبونس فاضي لان مفيش حاجه اصلا. تمام، ده حاجه زي دي هنهندلها ازاي؟ ممكن تيجي تقول له فايند، ممكن تيجي تقول له فايند اور فيل بالشكل ده كده. خلينا نبص كده على الريسبونس اللي جاي، قال لك نو كويري ريزلت فور موديل كذا، يعني مفيش موديل بالاي دي ده. هو برضو اكسبشن، نقدر نهندل الاكسبشن ده وهنعرف ازاي ممكن في الفيديو الجاي. بس ايا يكن احنا ممكن نحل المشكله دي كذا طريقه. بس قبل المشكله دي، انت بدل لما كل شويه تروح تقول لي بوست فايند او تقول لي اسم الموديل بعد كده فايند اور فيل او فايند، بلاش نعمل الموضوع ده. خلينا نيجي نعمل بايندنج في الريكوست على طول، بانك تكتب اسم الموديل قبل الاي دي، وسمي الاي دي ده مثلا بوست كده، اسم الفاريبل ده سميه بوست. وكده انت شلت اللاين اللي انت كنت كاتبه هنا، اللاين بتاع بوست فايند اور فيل او فايند. انت كده شلت اللاين ده ووفرت مكان بالشكل ده كده. خلينا نيجي نبعت الريكوست تاني، نيجي نعمل سند، هيديك نفس الايرور، نفس الايرور لان هو بيطبق فكره الفايند اور فيل. لو مش موجود هتلاقي الريسبونس ده جاي قدامك. طب احنا هنحل الريسبونس ده ازاي؟ خلينا نهندل الاكسبشن ده دلوقتي. الاكسبشن بتاعك اسمه نوت فاوند اكسبشن. طيب ما تنساش بس ان احنا كنا باعتين حاجه هنا اسمها اكسبت ابلكيشن جيسون. هنهندل ازاي؟ هتروح لفولدر الاكسبشن، بعد كده فايل الهاندلر، وهتيجي في فانكشن هنا اسمها رندر. تمام، فانكشن رندر دي هنيجي نقول له اف. والله احنا محتاجين نتاكد بس ان الريكوست ده عباره عن ريكوست اي بي اي. طب نتاكد ازاي؟ شوف الريكوست ده لو كان بي اكسبت ابلكيشن ده جيسون، او الريكوست ده محتاج جيسون ريسبونس، او تبعت له جيسون داتا، تقدر تفرق ما بينه وما بين الويب بالطريقه دي. فانت ممكن تيجي تقول له هنا ريكوست اكسبت اكسبت جيسون اور ريكوست wants، ممكن تقول wants json. تمام، بعد كده انت دلوقتي عارف انك دلوقتي انت بتعمل مع ريكوستات اي بي اي. ليه؟ لان هي محتاجه بتاكسبت json او بتحتاج json. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا هاندل الاكسبشن بتاعي. الاكسبشن بتاعي اسمه not found exception. طيب ماشي، خلينا نرجع هنا نقول له اف لو كان الاكسبشن instance of not found exception. خلينا نيجي، مش عارف اعمل له كل ولا لا، خلينا نيجي نعمل له امبورت. لو طلعت في وقت لانه عمل امبورت لل not found exception، وده الباص بتاعه. عايز تاكد من الباص هتلاقيه موجود هنا برضو اهو. تمام، وخلينا نيجي نرجع response معين. ال response بتاعنا ايه؟ خلينا نيجي نعمل return response json. اسف يعني المساحة اللي انا عامله ده جيسون. بعد كده هترجع ايه؟ هترجع ال ان في سكسس اس يو سي سي اس اس، هتلاقي بتساوي فولس. وهترجع ان في مسج ايرور ريكوست او الاكسبشن بقى. انا عايز الاكسبشن يجيب لي الجيت مسج، يرجع لي الايرور مسج اللي جايه. وكمان لو في كود مثلا عايز ترجعه، ممكن تقول له exception code get code، عدد الكود الموجود. كمان ممكن تستخدم الكود ده هنا، تقول له exception get code. كده احنا عندنا ال exception بتاعنا. وخلينا نيجي نتست احنا عملنا حاجة صح ولا في ايه المشكلة. خلينا نيجي نبص نعمل send، قال لك برضك انك لسه ما هندلتش المشكلة بتاعتك. طب احنا ما هندلناهاش ليه؟ خلينا نيجي نبص.
والله ده بسبب ان احنا ما اخترناش او يعني ما قراناش الايرور مسج كويس. هو بقول لك no query result for model كذا، يعني معنى كده ان في model exception هنا مش HTTP exception in general. لا هو بقول لك هنا ان في model exception هو اللي موجود عندك، فاحنا المفروض نروح ل not found exception دي ونشيلها ونقول له هنا model exception not found exception. يعني دلوقتي المفروض ان model اليوزر او اسف model البوست اللي انت بتدور عليه البوست موديل ده مش موجود. طب خلينا نيجي نعمل سند تاني، هيقول لك ان نو كوير ده الريسبونس اللي احنا عايزينه. لا بس نعدل كلمة success CUCCSS، تمام. يقول لك انك success بفولس وبتعرض المسج بتاعتك وبتقول ان الكود بتساوي كذا، وكمان ما تنساش تشيل بس الجيت كود اللي كانت هنا، لان هو الكود اللي هو بيرجعه لو خدت بالك هتلاقي ان هو بيرجع كود بصفر. طيب هل من يعني مش واقعي انك يرجع response كود بصفر، تمام. anyway خلينا نيجي نكمل اللي احنا كنا بنعمله. احنا كده يعتبر هندلنا ال error الموجود اللي ظهر لك وكده. لو في اي error تاني هتيجي تهندله هنا برضو، سواء للموديل سواء لغيره. دلوقتي في ستيب ناقصة في موضوع البوست. دلوقتي انا بابديت البوست تمام وكل حاجة زي الفل، ولو البوست مش موجود هنشوف هنهندل ال error بتاعه ازاي. وبرضك في مشكلة ان هو ان الشخص ممكن يخش يقدر يعدل البوست مش بتاعه، يعني البوست اللي باي دي مش يعني البوست ده مش ملك لي، مش ملك للشخص اللي فاتح الاكونت وبيقدر يخش يعدل عليه. حاجة زي دي بتبقى مشكلة في الاثورايزيشن، في حتة ان احنا نعمل اثورايز او لا. هنعملها ازاي؟ كل اللي احنا هنيجي نعمله هنا نيجي نقول له ابورت unless، يعني يعمل لي ابورتنج الا في حالة ان كان البوست يوزر اي دي كان بيساوي اليوزر بتاع الاي دي بتاع اليوزر الحالي، تمام. هو في كذا طريقه طبعا لموضوع الاثورايزيشن، بس ابسط طريقه اللي انا بعملها حاليا دي تقول له 401 على اساس ان ده unauthorized، يعني ده الستاتس كود بتاع الانثورايزيشن، تمام. فانت بتيجي اللي تم بالتالي انك بتيجي تبص على اليوزر اي دي بتاع البوست، تمام، وتشوف هل كان بيساوي الاي دي بتاع اليوزر الحالي ولا لا. لو تمام هيكمل ويعمل ابديت، لو مش تمام هتلاقي ان هو بيرجع لك اكسبشن. الاكسبشن ده عباره عن اوثورايزيشن اكسبشن او اوثورايزيشن اكسبشن. المفروض ان احنا هنهندل الاكسبشن ده بعد شويه. والستيتس كود بتاعتك او الستيتس كود بتاعتك هتبقى 401. خلينا نروح نجرب الموضوع ده ان احنا نابديت بوست مش بتاعنا. هو البوست بتاعنا اللي هو الاي دي بتاعه مثلا كام؟ 421. طيب خلينا نيجي نابديت كده 421 هتلاقي ان هو شغال عادي. 421 هي ابديت عادي. طيب خلينا نيجي ابديت 420، هل 420 ده ملك لينا؟ قال لك لا. لما رجع لك حاجه هنا اسمها اتش تي تي بي اكسبشن. طب احنا هنهندل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نروح للهاندلر ونهندل الجزء ده. هنهندله ازاي؟ هنيجي نقول له else if لو كان الاكسبشن عباره عن instance of اتش تي تي بي اكسبشن، تمام. نيجي هنا نقول له return نفس الريسبونس بتاعنا ممكن نيجي ناخده، وهنستبدل هنا دلوقتي هيبقى السكسس والمسج والجيت كود ده هنخليها جيت اتش تي تي بي جيت ستيتس كود جيت ستيتس كود بالشكل ده كده. وكمان ناخد الستيتس كود دي نحطها مع الريسبونس نفسه بالشكل ده كده. خلينا نروح نبص على اللي بيتم، نعمل سند. قال لك ان هو السكسس بفولس والمسج مش موجوده والكود ب 401، ولو جيت تبص هنا يقول لك ان هو 401 ان اوثرايزد. طب انا عايز اعرض مسج، نعمل مسج فين؟ هنروح للبوست كنترولر والبارامتر التالت. لو جيت تبص على الابورت لان البارامتر التالت بتاعها هو عباره عن المسج. المسج بتاعتك ان البوست ممكن نقول له ايه؟ ان اوثرايزد اكسس وخلاص. ان اوثرايزد اكسس to بوست او to this بوست، ان يكون المسج اللي انت عايز تكتبها اكتبها. وبعد كده خلينا نيجي نعمل سند، هتلاقي المسج اللي انت كتبتها هنا ظاهرة هنا اهي، وده الريسبونس بتاعنا ان هو مش مسموح لك انك تعدل حاجه مش ملكك. حته الاثورايزيشن ده تبقى معانا في كل حاجه، لما نيجي نعمل ابديت، لما نيجي نعمل ديستروي بعد شويه، كل الحاجات دي لازم تهندلها. طيب احنا دلوقتي عملنا الريكوست بتاع الستور، عملنا الريكوست بتاع الابديت، خلينا نيجي نعمل الريكوست بتاع الديستروي. زي ما احنا اتكلمنا من شويه عملنا بايندنج هنا لموديل البوست، خلينا نيجي نعمله هنا كمان برضو عشان نخلص من حته ان هو تقعد تقول بوست فايند او فايند اور فيل والكلام ده. لا خلينا نيجي نعمل لها بايندنج على طول.
ده من الفيتشرز الموجودة في لارافيل 7. هنسمي الموديل بتاعنا اسمه بوست، ونيجي ناخد فكرة برضو الاثورايزيشن نحطها هنا، ولو ان اثورايزد اكسس تو ذيس بوست او تو ديليت ذيس بوست، تمام. او ممكن نيجي هنا نقول له تو ابديت ذيس بوست، تمام. احنا كل اللي احنا هنعمله هنعمل حاجة واحدة بس، هنيجي نقول له بوست ديليت بالشكل ده كده وشكرا. هنرجع بقى ريسبونس، نقول في ايه الريسبونس بتاعنا. الريسبونس بتاعنا نيجي نقول له ريتيرن ريسبونس، ثانية واحدة، جيسون. وهنرجع في ايه، هنرجع في مسج، هنقول له في بوست ديليتد سكسسفلي، تمام. ممكن نيجي نرجع كمان نقول له السكسس سي يو سي سي سكسس ترو وبس، شكرا. لحد هنا احنا يعتبر عملنا الريكوست بتاعنا. خلينا نروح برضو نجرب ونبص موضوع الديليت ده هيتعمل ازاي. خلينا نيجي نعمل سيف هنا الاول للريكوست، كان نيجي نعمل دوبليكيت، هنسميه دلوقتي ديليت، وهنخلي الميثود بتاعتنا ديليت ده اساسي، وده الريكوست او الحاجة اللي احنا عايزين نمسحها. نيجي نعمل سيف، نيجي نعمل، احنا مش محتاجين طبعا البادي فخليه بنون، مفيش اي حاجه نبعتها في البادي. الاكسبت هتتبعت، والاثورايزيشن تمام، والبارامتر مفيش. خلينا نيجي نعمل سنت، هيقول لك ان اثورايز ذا اكسس، ما ينفعش تمسح الموضوع ده. طيب خلينا نيجي نمسح البوست بتاعنا 421، اعمل سنت، هيقول لك البوست ديليتد سكسسفلي والسكسس بترو. طب نيجي نسند تاني، هيقول لك نو كويري ريزلت فور موديل كذا، الموديل ده مش موجود. طب خلينا نيجي نغير المسج اللي هنا دي كده، نغيرها ازاي؟ والله خلينا نروح للاكسبشن بتاع الموديل نوت فاوند، وخلينا نيجي نقول مثلا شيل المسج اللي هنا دي، ونقول له موديل اوف موديل مثلا. او بص، في مسج كده انا شفتها في سايت، كان هنا اها، ده المسج بتاعت الموديل نوت فاوند. وكل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل ريبليس لكلمة اب داش داش موديل او باك سلاش باك سلاش موديل دي، وبيقول لك ان مفيش موديل بالاي دي كذا، تمام. خلينا نيجي نحط المسج كده ونشوفها، يقول لك انتري 4، وبعد كده بيجيب لك الموديل جيت موديل، دي هتجيب لك الموديل اللي جاي مع الاكسبشن، الموديل بتاعنا اسمه بوست، تمام. هيجيب لك الكلاس نيم بتاعه، احنا هنشيل بس منه الاب داش داش والباك سلاش باك سلاش اسف، وبعد كده تقول له ان الموديل ده نوت فاوند. خلينا نيجي نجرب كده، هيقول لك انتري 4 بوست، قال لك نوت فاوند، تمام. ده اللي احنا محتاجين نعمله. بس كده تقريبا كل حاجه تمت. خلينا بقى، ولو عملت الديليت، جربنا الديليت، جربنا الابديت، جربنا الستور، وجربنا الاندكس، ناقص الشو بس، ان احنا نعرض بوست معين. ده ريكوست بسيط جدا، هنيجي نقول له هنا بوست زي اللي قبله، ونيجي هنسميه ده بوست برضو. كل اللي احنا نيجي نعمله نقول له ريتيرن، والريسبونس بتاعنا، خلينا نيجي ناخد الريسبونس ده كده، هنرجع فيه البيانات بتاعت البوست والسكسس بترو والسيت سكوب بتاعنا ب200، فنشيل ده كده. وخلينا نروح ني تست اند تست ازاي، هنعمل سيف لده الاول، نعمل دبل كيت، وسمي الريكوست بتاعنا ده شو، تمام. وهنيجي هنا نخلي المسج بتاعتنا جيت، لان احنا بنعرض بوست معين. وهنيجي نعمل سند، قال لك انتري فور بوست نوت فاوند، لان البوست ده فعلا مش موجود. فخلينا نروح نكريت بوست جديد، البوست بتاعنا بالاي 422، خلينا نيجي نعرضه 422، خلينا نيجي نعمل سند، هتلاقي البوست معروض اهو. طيب هل مسموح لك انك تعرض بوستات حد غيرك او لا؟ دي حاجه ترجع لك، لو مش مسموح خد كوبي بس، كوبي للسطر ده وحطه هنا، وقول له تو شو مثلا ذيس بوست، وخلاص كده كده مش مسموح لك انك تعرض بوست حد غيرك. ولو عايز تتاكد خلي 400 دي مثلا، اي خلي 42 على اساس البوست ده مش بتاعي يعني، هيقول لك انا اثرايزد اكسس تو شوز ذيس بوست. لو جيت تشيل اللاين ده من هنا وجيت تست تاني، تلاقي ان البوست بيظهر قدامك عادي، فده حاجه ترجع لك. فخلينا نعرض البوستات عادي، اللي عايز يشوف بوست حد تاني مفيش مشكله. ده البوست بتاعنا، وكده يعتبر عملنا الكراد اوبريشن الكامله بتاعتنا، ان احنا نعرض البوستات كلها، نضيف بوست، نعرض بوست، نابديت بوست، وكمان نمسح البوست. بس لحد هنا يعتبر كده الدرس خلص، مفيش حاجة تانية هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ممكن نتكلم في الفيديو الجاي عن موضوع الفيرجنز وكده، ازاي هنقسم المشروع بتاعنا الفيرجن،
كذا فيرجن يعني. وبس.